الخير عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في سد محمد الخامس. الله الله، بصح باقي لنا شويه الطريق الخوت. ها انتم تشوفوا الطريق كي داير. بالنسبه للموطو خلينا لهيه على بعد كيلومتر تقريبا عند واحد مول الحانوت. الطريق ما كايناش كما كتشوفوا. هذه الطريق هذه راه ما غاديش تمشى فيها لا موطو كما كتشوفوا. شوفوا الطريق، دينا معنا عصير، قرعه ديال الماء، جوج ديال الطونيكات، واحد عرف باش عليك شنو هي قوقا ولا شي حاجه. كاين الريح والشمس، الجو زوين تبارك الله. داكشي علاش بغينا نمشيو هذا النهار هذا السد، نظرا للمجموعه من الاصدقاء اللي سولوني قالوا لي خصك تمشي السد نشوف واش عامر ولا خاوي. السد واش كاين السد خاوي؟ راه السد تبارك الله مع هاد الشتيوه هادي، يا سلام مع هاد الشتيوه اللي طاحت تبارك الله، راه ضروري يكون عامر ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، غادي يكون عامر السد. بالنسبة للسد راه باقي لنا شوية بعيد. أو لا لا، شوفوا الطريق راه بعيدة. شوفوا إذا غادي نقطعوها حتى نوصلوا للسد، وغادي نشعلوا الكاميرا. باش تشوفوا المعاناة ديال التصوير، ضروري خصك تعاني باش توصل الفكرة وباش توصل الناس حاجه زوينه. راه حتى حاجه ما سهله الخوت. هذاك الفيديو اللي كتشوفوه كتفوتوه راه عنده معاناه باش توصل حتى لهنايا وتصور وتعطي معلومات للناس ويشوفوها غير من دارهم، راه شي حاجه اللي شكل. لحقاش الانسان كيكون مريح في دارو وكيتلقى معلومه سهله، يعني راه ماشي سهل باش بحال مثلا انا يا جيت من بركان حتى لهنايا ثلاثه السوايع ديال الطريق باش نصور لكم السد، يعني راه واحد المجهودات واحد المهم. الحمد لله ما ندخلوش في التفاصيل. تحياتي. ها احنا وصلنا للسد. الله 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 الله، صلي عليك رسول الله. الحمد لله على هذا الخير تبارك الله ديال مولانا الكريم. اللهم صل عليك رسول الله. إذن بلا شك أن المنسوب المياه راه ارتفع تبارك الله، راه مكانش هكذا ضروري. إذن كما كتلاحظوا حنا كنتواجدو في سد محمد الخامس، باقي لنا الناظور واحد 73 كيلومتر تقريبا. واحد الريح راه زوين ما شاء الله، زعما هاد الجو هذا يصلح غير شي طاجين وشي جلسة عائلية والاستمتاع بالجو الجميل. طاجين راه يطيب بالبرادة الشواية، داكشي تبارك الله ناضي. أول ما حداك واحد الهدوء، واحد الجو اللي ما شاء الله، يعني شنو نقول لكم، الجو تبارك الله داكشي ما شاء الله، يعني رجل بارك يا رب العالمين. الحمد لله على خيرات البلاد، وصلي عليك رسول الله. دائما خوتي حاولوا تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم دائما الجديد عبر القناه تاع عبد اللطيف القنوري. ورحنا هنايا، يلا كي وصلنا عاد للسد باش نكتشفوه جميع. الماء تبارك الله صافي، يا سلام، اللهم لك الحمد، الحمد لله يا رب العالمين. تبارك الله واحد الجو اللي زوين بزاف ما شاء الله. شي حوته تيبان لي راهم هنايا رماهم في السد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما ما كاين والو الخوت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما عرفتش السبب علاش هاد الحوتات ميتين هنايا، ما كان ما نعرف. اللي يعرف شي حاجه يكتب لنا في لي كومونتير. يا سلام، واحد البصله هي
بسطات هنا يا ماشي غير بسطة. واو 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 بشحال ديال الحوت هنا ميت. عاد راني نكتشفو معاكم الخوت. شوف 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 كبير ما شاء الله. راك تشوف راه الحد ديالو اللي ها هو ما جاتكش الجبل اللي حتى لهنايا ما شاء الله. هادشي هذا راه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب العالمين اللهم بارك. درنا جبدات طريق الخوت من الطريق ديال القدرون حتى لهنايا وراه تكون ديك 2 كيلومتر ونصف سير على الاقدام يعني مجيه. ودابا بين غادي نساليو غادي نمشيو عاود حتى للطريق كبيره 2 كيلومتر ونصف على الاقدام باش ان شاء الله نديرو اتجاه للناظور وناظور مدينه بركان ان شاء الله. يا سلام واحد الجو تبارك الله يعني رائع ما شاء الله. لوين ما شاء الله والجلسه هنايا سلطان. دائما اخوتي حاولوا تبارطاجيو الفيديو وكذلك تشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. واللي عنده شي تعليق زوين يديره واللي عنده شي معلومه زوينه يديرها. راكم عارفين انا غير نوصل الصوره انا حتى المعلومات ما نقدرش نقول لكم معلومات السد يبلغ من حوالي وكذا ويبعد عن كذا وبشحال فيه مربع الهكتار هذاك الشيء انا خاطيني ما نقدرش نقول لكم داك الشيء. داك الشيء خليه لمالي انا يلاه نكتفي بالمناظر الخلابه والمناظر الجميل. ها هو السد ها هو السد صافي لا اله الا الله الحمد لله يا رب العالمين اللهم لك الحمد على هاد الخيرات هاد الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى. ربي راه كيجازينا ما شاء الله. ربي راه كيبغينا اخويا ملي راه كيطيح هاد القطرات ديال الماء. ربي كيبغينا ربي راه كيبغينا الخير باش نرجعوا لله سبحانه وتعالى باش نتوبوا توبة نصوحة. الحمد لله رب العالمين. كتشوف حتى الواد كيدير بحال داك السيستم ديال البحر كيطلق الموجة سبحان الله. شوف شوف كنسحبو غير البحر اللي كيدير داك ساعات الواد والنهار. هاد راه موجات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذن في طريقنا العودة طريقنا العودة العودة إنها الشمس حارقة مستعرة في السماء والربيع راه ينوض. عندما ينوض الربيع تكون الدعوة زوينة
تحياتي للخوت، يلا بسلام عليكم.